وللاسف النهارده كان في خبر مؤلم جدا، هو خبر المفروض في ظاهره مفرح، ان الشركات الاربع شركات الكبرى اللي الامارات خدتها منها الشركتين بتوع الاسمده قدرت في عام واحد تجيب نص سعرها 50% من سعرها ارباح. ما انت بتدي شركات ربحانه اصلا بابخس الاسعار لمستثمرين اماراتيين، راجل خد جاب في ارباحه في سنه واحده نص اللي دفعه في كل الممتلكات دي. يعني السنه الثانيه يكون خلاص الراجل اللي اداهولك اصلا جابه في سنتين، وبعد كده قالت الي كل دي الشركات. فالقصه دي قصه ملهمه، قصه ان انت تسلم اصولك وممتلكاتك الى الغير تحت باب الاستثمار، ده تفريط في ارضك وممتلكاتك. انما الامر بعيد عن الشركه اليابانيه. شركة يابانية جاية في منطقة سياحية هتعمل لك فنادق، تعمل لك مدينة ترفيهية، شيء ممتاز جدا وخدمة مطلوبة سواء للسياح أو أيضا للمصريين. يأتي هذا كله في ظل أنت عندك وضع اقتصادي متدهور. أنا حقيقة بقول لكم أهو، يعني اسمعوا من دلوقتي وحطوها كده على جنب، المشروع ده مش هيمشي. ليه كده؟ أي والله، ما دام شركة يابانية ومفيش فساد وبتاع برافو عليك. أه صح، أصل اليابانيين يا أحمد زي ما أنت قلت كده دول ناس ستريت، ما لهمش في اللوع، عايزين داخلين كمان في ارض نادي الرمايه اللي تبع القوات المسلحه، فبرضه مش عارفين الارض دي هتبقى ارض للبيع ولا للايجار ولا حق، مش عارفين ايه اللي بيحصل. وهم كده كده عشان ده مشروع حيوي جدا في منطقه حيويه، اعتقد هيبقى في نوع من انواع الرزاله عليهم. يعني انا ده تصوراتي من الواقع، مش فيروحوا يعملوها في حته ثانيه. بالظبط. بس يا باشا الخبر بقى اللي جاي، والمنطقه على فكره فيها اماكن استراحه كتير طبعا. يعني مش هيبقى في مشكله لو راح عملها في دي مدينه ترفيهيه، مش محتاجه يعني حتى مكان سياحي يعني. لا، اذا كان هو عنده الفكر بتاع ان انا عايز مكان ثقافي واعمل مكانه مكان ترفيهي، فاللي يروح فانت تروح تتشجع مرتين. هو كده انت هتدفع تذكره طيران واحده بس، مش تروح مكان ترفيهي بس، تروح مكان ترفيهي وتاخد جنبيك برضو جوله سياحيه ثقافيه. صحيح. بجرعه لطيفه، يعني هي فكره لطيفه جدا لو انت رايح تقضي 5 ايام انت والاسره ومعاك الاطفال، فدي حاجة مؤيدة جدا جدا وتفكير يعني في حلاوة كده. طبعا. ليه؟ انت تخيل معاك اطفال مثلا 5 و6 سنين، فانت مش تاخد العيال تلعب في الالعاب الحديثة والمراجيح بس، لكن كمان هيبقى في جرعة ثقافية، ده في حاجة اسمها الفراعنة، تعال نخش المتحف، تعال نخش الهرم، فتبقى انت عملت نوع من انواع الترفيه ونوع من انواع التثقيف للاطفال. مطلوب يا احمد كده. يا ريت اي مستثمر يجي ينشئ شركات، مصانع، طبعا هيوفر فرص عمل برضه للمصريين موجودين. طبعًا. هيقدر ان هو يعمل لي تنشيط داخلي هيجلب عمله صعبه عليا، يا ريت. وده على فكره ما نقوله دائما، يا جماعه من فضلكم بلاش تبيعوا اصول ممتلكات. المستثمر اللي يجي ينشئ بقى مدينه ترفيهيه، مدينه صناعيه، الانشاء ده اصلا هيعود للمصريين كفرص عمل وانتاج داخل مصر برضه. في كل الاحوال يعني الاخبار كلها دي، اي اخبار استثماريه ايجابيه طبعا بالتاكيد احنا سعداء بيها طول ما احنا ما بنبيعش فيها اراضي ولا ممتلكات ولا بنوك ولا مطارات، ما بنبيعش اصول يعني. لكن مؤشر البورصه النهارده بتراجع تراجع طفيف جدا 0.26 يعني، بتداولات ما زادتش اي حال من الاحوال عن 1.84% من المليار، يعني 1.84 مليار تقريبا. وعيد اذكر حضراتكم انه البورصه المصريه بيتم تداول فيها بقيم لا تقل عن 2.5 تريليون جنيه مصري في اليوم.